بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا ان شاء الله في فيديو جديد بحول الله. اليوم ان شاء الله حنتكلم موضوع مهم فيما يخص الاسماك، او معنا خوتي حتى للتالي. صح افطاركم وصح رمضانكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اخواني الكرام، اليوم ان شاء الله راح نتحدث ان شاء الله على أسماك الجوبي أو الجيبي، كيفية يعني كيفاش راحين نكبروهم حتى نوصلوهم لمرحلة البيع. إخواني الكرام، كما على بالكم دايما المساحة تلعب دور، مساحة الحوض تلعب دور إخواني الكرام، في الأكواريومات أو الأحواض الكبيرة، الأحواض الكبيرة إخواني الكرام ديفلوبي الأسماك بالخف، يعني تكبر بسرعة. أما الأحواض الصغيرة فراح تلقى صعوبة من حيث يعني كبارها أو كبار الحجم تاعها. كما على بالكم إخواني الكرام، توجد يعني طرق، وكل واحد يعني والطريقة تاعو في التربية وفي العناية بالأسماك. من أهم يعني الطرق أنك تكبر في مساحة الحوض، يعني قد ما تكبر في مساحة الحوض الأسماك تصيب راحتها، تلقى راحتها. وعلى كما على بالكم تغيير المياه ضروري جدا. وشنو المياه؟ دائما تغير 5 حتى 10 سنتيمتر على حساب الحوض. يعني كي يكون عندك حوض كبير وتغير منه يعني هكذايا خطره واحده في يعني في 15 يوم راح تكون كافيه، لان اذا كانت عندك دوره بيولوجيه صحيحه في الحوض الماء يستقر، واذا استقر الماء من بعد خلاص يحكم روحه، يولي الماء ما يتوسخلكش بزاف. ولا ما توسخلكش الماء الاسماك راح تعيش يعني لاباس بها. اذا كان الحوض فيه الامونيا بزاف، يعني طلعت فيه الامونيا، والامونيا يعني تطلع من عدة اشياء، يعني من عدة عوامل. اخواني الكرام، يعني من كثرة الاكل للاسماك، يعني بالعبر كما احنا نقولو، قدم الاكل بلا يعني بلا مقدار كما احنا نقولو، بلا مقدار راح يوسخ لك الحوض ويوسخ لك الماء، وترتفع نسبه الامونيا. والامونيا هذه اخواني الكرام كاين بزاف ناس تسقسي عليها وشنو هذه سموم تتراكم خوتي، يعني كما احنا نقولو الماء يفسد بالدارجه، الماء يخسر. هذه يا إخواني الكرام الأمونيا، تعريف للأمونيا. وباش تسيطر على الأمونيا أخي العزيز، هناك عدة عوامل أيضا. كاين الناس تستعمل بزاف يعني النباتات الطبيعية، النبات الطبيعي يخدم يعني الدورة البيولوجية الصحيحة. وإلا ما كانش عندك يعني ماء طبيعي، وش راح تدير؟ راح تغير الماء يعني بزاف. والماء كي تغيرو دائما تدير ماء محجر، يعني ماء تحطه بجهة لمدة أسبوع أو 15 يوم حتى يروح له الكلور، يعني يروح له هذاك الكلور اللي دايرينو تاع الحنفية. كاين ناس في بعض لي كومونتير يسقسيو بون مبتدئين وكاع، يقول لك سي نورمال، ما يعرفش ما على بالوش، يقول لك اسكو ندير الماء معدني ولا ماء الحنفية. اخواني الماء المعدني غير صالح للاسماك بتاتا، يعني دير ماء الحنفية. ولكن واش دير في الماء الحنفية؟ تحطو يعني مدة اسبوع ولا 15 يوم باش يتبخر، يروح له هذاك الكلور ديالو. هكذا اخواني الكرام، النقطة هذه نقطة مفهومة. الان عاودو نوليو للاكل. الاكل اخواني الكرام، كي تمد الاكل للاسماك
ما تمد لهمش، ما ترميش الاكل بزاف، ما ترميش بزاف، ارمي مقدار صغير. علاش؟ كي ترمي الاكل في الحوض والاكل هذاك يهبط، يهبط هكذايا يهبط، يلزم كي ترميه، كي ترميه يلزم قبل ما يهبط لهنا للارض يكون الحوت كلاه، يكون الحوت كلاه. الا هبط يهبط نسبه قليله، هذيك النسبه قليله من بعد الحوت هذايا يعاود يلقى كيما نقولوا حنا يلقطها من الحوض من الداخل، يعني يرفدها كاع ياكلها يكملها هكذا. يا اخواني الكرام، هذه النقطه ايضا مفروغ منها، يعني مقدار صغير. اول حاجه الناس ما على بالهاش، كل واحد يقول لك كيفاش توكل، كاين يقول لك انا نوكل الاسماك تاعي 3 ايام، كاين يقول لك انا نقول لكم الطريقه تاعي انايا، انا ما على بالي، ما نقولكش الطريقه تاع الناس ماشي صحيحه ولا، انا نمد الطريقه تاعي اللي نخدم بها انايا، الطريقه اللي نخدم بها انايا اخواني الكرام. انا نوكل حتى 4 5 خطرات في النهار. علاش نوكل 5 خطرات في النهار اخواني الكرام؟ لان سمك الجوبي يهضم في مده ساعتين هكذا اخواني، يهضم في مده ساعتين، يعني كي ياكل زوج سوايع يعاود يجوع، زوج سوايع يعاود يجوع. الور انا نوكل 5 خطرات هكذا. اذا كان عندك حوض للتزيين، حوض للتزيين ماشي للعامل، للتزيين يعني ديكوراسيون، الديكوراسيون اتوكل فيه خطرة واحدة في النهار تكفي، خطرة واحدة في النهار تكفي. علاش خطرة واحدة؟ خطرة واحدة باش تحافظ على الماء، باش تحافظ على الماء تاعك، والماء تاعك يبقى نقي، الماء ديالك يبقى نقي. إذا وكلت 5 خطرات ولا 6 الماء راح يتوسخ، وكي يتوسخ لك الماء يلزم لك التغيير في كل 4 أيام، يعني تغير 10 سنتيم هكذا إخواني الكرام، 10 ولا 15 سنتيم من الحوض. هذه النقطة أيضا مفروغ منها. ألور أنا نوكل 5 خطرات، دي في 1 ل 6 خطرات في النهار، دي في 1 ل 6 خطرات، يعني كل زوج سوايع، كل زوج سوايع نوكل. إخواني الكرام، في لونغريسمون في التسمين، يعني كي توكل 6 خطرات في النهار الأسماك هذيك تكبر بالخف، تكبر بالخف، يعني في مدة شهر السمكة تكبر. كاين اللي يقول لك الاسماك تاعي يا خويا ما يولدوش بزاف، عليه ويولدوا لي غير، واحد قال لي يولدوا لي 7، واحد قال لي. يا اخي العزيز، السمكه كي تبدا تولد، كي تبدا تولد يعني في عامها الاول، ما با عام، تكون تحت العام، تكون 6 شهور تبدا تولد، تولد نسبه قليله، خاصه هذه العمليه تكون في الاسماك المولي والبلاطي، تولد نسبة قليلة بزاف، قادرة تولد لك 4 قاع ماشي غير، قادرة تحط 7، قادرة تحط. ولكن السمكة عندما تفوت السنة أو العام، كي تفوت العام قادرة تحط لك 200، يعني البطن تاعها يحط 200 زريعة أو 200 فرخ من أسماك البلاطي والمولي هكذا أخي العزيز. والجيبي أيضا، يعني قد ما يكبر، قد ما يكبر في السن ويفوت العام، يديباسي العام، يولي يمد الأسماك بكثرة هكذا إخواني. هذه النقطة أيضا مفروغ منها إخواني الكرام. إذا بلا ما نطول عليكم، إذا إخواني الكرام بلا ما نطول عليكم، كان هذا الجزء الأول، هذا كان الجزء الأول، وإن شاء الله راح نفوتوا الجزء الثاني. الجزء الثاني راح يكون عملي، راح نوريكم يعني كيفاش تمدوا الماكلة للفراخ. راني نحيت بعض الفراخ من الحوض، حطيتهم يعني في بواطة هكذايا، باسكو انا نخدم، انا نحي وما نحطش في الحوض، نحي ونحط في يعني عفسة بلاستيك، يعني دلو ولا بواطة كبيرة ولا عفسة هكذايا نحط فيها ونتعامل معاهم على اساس انهم في الحوض، شغلهم في الحوض هكذا اخواني الكرام.
دوكا نفوتو للعمالي، نروح نشوفو يعني الأسماك الصغيرة هذه ونكملوا الحديث تاعنا إخواني الكرام. إذن إخواني الكرام، مباشرة للحوض حين نشوف الفراخ الأسماك. فراخ الأسماك إخواني الكرام كنا نحيناهم من الحوض هذا. هذا حوض تاع ليرفاش خوتي، حوض عندي حوض ثاني فانيك، وعندي واحد آخرين. يعني راح ندخلوا مباشرة في الفيديو نشرحوا الطريقة الصحيحة. إذن كما راكم تشوفوا معنا هنا يا إخواني الكرام، هنايا بس نشوف نحيو هذه. هنا إخواني الكرام عم يوجد بعض أسماك صغيرة، نحيو الغطاء باش نضربو عليهم طلة. كي نحيوهم هنا يا إخواني الكرام نحطهم في دلو كيما هذا، كيما راكم تشوفوا فيه ما فيهش إخواني الكرام ريزيستونس تاع سخانة. هكذا إخواني ما فيش ريزيستونس تاع سخانة. باسكو علاه ما فيش ريزيستونس تاع سخانة؟ باسكو هو بلاستيك، هذا بلاستيك، دلو تاع بلاستيك كما راكم تشوفوا فيه. هاوليكم هذا تاع الاسماك، ها هو دلو بلاستيكي هكذا اخواني. الاكسجين اخواني الكرام، مضخة الاكسجين، ماشي الاكسجين، ماشي الموتور الاوتوماتيكي، لا بومب. باسكو الموتور الاوتوماتيكي هذاك انا ما نستعملوش باسكو يجبد الفراخ. اذا نستعمل هذه لا بومب، هذه هي. كاين عده انواع من لا بومب. هذه لا بومب دي سورتي خاوتي، لا بومب دي سورتي. عندك واحد سيستيم، الا كانوا عندك احواض بزاف، تقدر تستعمل هذه العفسه. هذا السيستيم هذا يقسم لك، ويسربي لك الخيوطه بزاف. تبعث خيط واحد اخر للحوض، واحد اخر كما هذا، وتبعث خيط واحد اخر للحوض الداخل، هذه من لاسورتي وحدها، وتبعث خيط للحوض هذايا الصغير، ولاسورتي دوزيام هاي ليكم، راني مهبطها ديريكتومون داخل الحوض. هاي ليكم، هذه هي لاسورتي دوزيام، هذه داخل الحوض دير. وهذه لاسورتي نقدر نزيد نقسمها، وندير لها كيما هذا، هذايا هاو ليكم كيما هذا، ونقدر نزيد نخرج منها دو سورتي واحد اخرين، نخدم بهم زوج حواض واحد اخرين هكذا اخواني الكرام. كما راكم تشوفوا داخل الحوض ما شاء الله اسماك زاهيه جدا، الوان واضحه ما شاء الله. وهذوما الفراخ اخواني الكرام. هنايا سيستيم هذا راني دايرو، هذا راني مهبط ان سورتي من هنايا، دير هذاك تراب، تراب تاع الحوض، دير واحد دير شغل محبس صغير، دير فيه تيول داخل. علاه دير تيول داخل؟ الا راكم منتبهين معايا هنا راكم تشوفوا الاكسجين اللي تطلع كيف دايره. الاكسجين صغيره بزاف، حاجه قليله، علاه حاجه قليله؟ باش ما تقتلكش الاسماك الصغيره. هكذا اخواني الكرام. بون الماء، كيما راكم تشوفوا الدلو، وحتى لهنا تسمى هذه كاع راهو فارغ. علاه فارغ؟ الحاجه الاولى كي تعمر الدلو تاعك ما تعمروش بزاف، تعمرو نسبه لتحتها يعني 5 سنتيمتر، وتخلي الباقي كاع فارغ. علاش تخلي الباقي كاع فارغ؟ تخلي الباقي كاع فارغ باش ما تغيرش الماء وترفد الزريعه تاع الاسماك. تزيد من الحوض ديريكتومون، الماء دائما تزيدو منه من الحوض، الماء دائما تزيد الماء من الحوض. يعني كيما دوك نوريلكم كيفاش تزيد الماء من الحوض. هاي ليكم الطريقه خوتي، طريقه سهله جدا. هذه تجيب بواطه كيما هاك، بواطه ترفد منها الماء من الحوض هذايا، ترفد الماء من الحوض هكذايا اخواني الكرام. وهذا الماء تاع الحوض خوتي، هذا الماء تاع الحوض راه بالريزيستونس، هذا بالريزيستونس، ريزيستونس تريغلو حتى 27-28 درجة في التفريخ. هكذا إخواني ترفد الماء من الحوض ودير ديرو هنايا هكذا وتزيد. إذا الإخوة الكرام كما وريت لكم هذه هي الطريقة هكذايا، تزيد الماء تاعك نورمال، خلي الماء يتخلوض،
خلي الماء يدخل وضع عادي، دوك يعاود الماء يعاود يصفى وحده، يعاود يصفى وحده. اذا اخواني الكرام هاكو تشوفوا هنايا في الصوره، هكذا تزيد الماء، يعني كل اسبوع ولا كل 5 ايام تزيد شويه ماء. الان نروحوا للطريقه تاع التاكيل، يعني كيفاش توكلهم. وهكذا يا اخواني الكرام بقاو تشوفوا معنا، بقاو معنا تشوفوا. اذا اخواني الكرام نروحوا مباشره للماكله. اخواني الكرام هذا دود مجفف، هذا يا ينباع، يعني تلقاوه عند بائعين الاسماك. دوك نوريكم الحب كيف يجي داير، هذا هو هاوليكم خاوتي، هاي جي كاريه جي كاريه، هذا دود مجفف. هكذا اخواني الكرام هذا الدود مليح بزاف وينفع بزاف. اخواني الكرام هذايا انا ما نمدش منه بزاف في الاسبوع، نمد منه زوج خطرات في الاسبوع. هكذا اخواني هذايا نمد منه زوج خطرات في الاسبوع. كيفاش نمد منه؟ دوك نوريكم اخواني الكرام، هاي ليكم نحكم مرسو صغير كيما هذا، مرسو صغير هكذايا، نحي منه نحي منه هكذا شويه، نحي منه شويه. دوك نوريكم هكذايا ما نشمخهاش، ما تشمخوهاش، نفتتها فتتها كاع هكذايا، فتتها هكذايا غبرة، تولي غبرة هكذا غير بالعقل. ونمدلهم هكذا اخواني الكرام، نمدلهم هكذايا ونمدلهم، فتتها مليح هكذايا ونمدلهم اخواني الكرام. مامبا مامبا مامبا، نص حبة نص حبة هكذايا، نص نص هذه تكفي، هكذا نص نص واحد يكفي. نمدو زوج خطرات في الاسبوع هذايا، هذا نمدو زوج خطرات في الاسبوع اخواني الكرام، هذا نمدو زوج خطرات في الاسبوع. وانا نستعمل بزاف القشور المجففه، هذه القشور اخواني الكرام. هاي ليكم كيفاش، هكذايا ندير شويه هنايا، هكذايا شويه هكذا ماشي بزاف، غير كميه، نرحيها مليح. كنت وريت في لي فيديو اللي فاتوا في القناه، عندي دي فيديو كيفاش نوكل للأسماك، نرحيها نرحيها هكذا نورمال، نرحيها حتى تولي غبرة. هاي ليكم هاك نوريكم الطريقة إخواني، هاي تولي غبرة خوتي، غبرة هكذايا حتى تولي غبرة مليح هكذايا إخواني الكرام. من بعد واش نديرو، من بعد واش نديرو، نروحو مباشرة للأسماك إخواني الكرام. هكذايا روحوا مباشرة للأسماك، تحكم بيدك هكذايا، تحكم بيدك شوية هكذايا، شاف لا يتبان هكذا يتبان. هاي ليكم واش دير، تفتتها مليح هكذا كيما راكم تشوفوا، هكذايا تفتتها للأسماك تاعك. هذه نستعملها 4 خطرات في النهار، 4 قلت لكم حتى 5 خطرات. هاي مش عارف لا يتبان لكم مليح، هاي ما ديروش بزاف اخواني الكرام، كيما وريت لكم كميه صغيره تكفي، هكذا كميه صغيره هكذا يا، وترحيها ترحيها طري بيان، هكذا بودره بودره تولي بودره كاع غبره هكذا اخواني الكرام. والاسماك تبدا تاكل فيها هكذا اخواني، اسماك كيما راكم تشوفوهم ياكلوها، الأسماك راهي تاكل عادي. هكذا هذه طريقة تستعملوها، أنا نستعملها 4 خطرات 5 في النهار، يعني كل زوج سوايع، لأن الأسماك الجيبي إخواني الكرام تهضم تهضم الماكلة تاعها في مدة زوج سوايع، زوج سوايع زوج سوايع ونص تعاود الجوع، يسمى يلزم تعاود تطيلها. وهذا لونغريسمون، هنا انا هذا مش راني نديرو حوض للتزيين ولا، انا هادو متاع البيع، يسمى تقدر دير هكذا بزاف، يعني دير بزاف يعني بايط هكذايا، وكل باط هكذايا دير فيها 30 40 50 ما يهمش، المهم. وراكو تشوفو هنا الاكسجين كيفاش راهو يخدم، علاه الاكسجين راهو يخدم هكذا، باسكو هنايا في التيون، التيون يرابطو، هاوليكم راكم تشوفوا هنا في الصوره،
هذا التيو هذا راه معقود معقود. علاش راني عاقدو؟ خاص لو كان نحلو يولي ينسف الاكسجين فور، ينسف الاكسجين فور بزاف. الور انا واش ندير؟ نعقدو هنايا. كي نعقدو هنايا يتسمى نقص له الضغط، نقص الضغط هنايا يولي يخرج غير بالعقل كما راكم تشوفوا، خرج غير بالعقل. وفي لا سورتي دوزيام اللي ما يخرجش منها يخرج من لا سورتي دوزيام داخل الحوض الكبير كما راكم تشوفوا هنا. ما شاء الله، شوف بسم الله ما شاء الله. يعني نحبسوا شويه الاكسجين باش تشوفوا الحوت. هذو ما اخواني الكرام ما شاء الله تبارك الله. انا هنا في الحوض هذايا راني مخلط خوتي الجي بي والمولي والبلاتين، راني مخلطهم هنايا باسكو ما قريب خدمه واحده ان شاء الله يكونوا دي فيديو على البلاتي. هذه شو سمكه، هذه راهي حامله، هذه راهي راح تحط بين اليوم وغدوه ان شاء الله تحط. هاي لكم باينه كرشها خارج، هذيك دوزيام فانيك، هذه لا تروازيم لي جيست كاتريام. هاي لكم هذوما الذكور، الذكور يجو ملونين والاناث ما يجوش ملونين، الاناث يجو الكولور تاعهم شغل جرين. هذه يا اخواني الكرام ان شاء الله بعد ندير لكم فيديو اخر على الحوض كيفاش تخدموا النبات. هذه مولي بالون، هاي ليكم مولي بالون في الاورانج ما شاء الله. وهذا الحوض كبير خوتي، فيه 120، فيه 120 راكم تشوفون. هذه يا اخواني الكرام نسمى بلا ما نطول عليكم بزاف، ان شاء الله يكون فيديو نافع وعجبكم. ما تنسوش اخواني ما تبخلوش علينا يعني بلايك للفيديو، مشيو الفيديو ديروا اللايك باش يمشي باش الناس تستنفع. هكذا اخواني نستخدم تستنفع على روحها، باسكو انا هكذا نوري لك انايا واش نخدم معنا. انا ما نحكي لكش على الناس كيفاش تخدم ولا كيفاش تدير ولا كيفاش كذا، انا نحكي لك على روحي كيفاش انا نخدم وكيفاش راني نفرخ في الاسماك. والله العظيم خوتي الاسماك هذو مال ما شاء الله، شوفوا شو الله يبارك. شو هذه راهي راح تحط خلاص ما قالهاش هذه. كل واحد والطريقه تاعو، كل واحد وكيفاش يخدم. المهم تخدم خدمه شابه بروفيسيونيل، خدمه فيني. هذه يا اخواني الكرام ان شاء الله الفيديو يعجب خوتي. ما تنسوش الاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش، ولايك للفيديو خوتي، لايك للفيديو باش الفيديو باش ان شاء الله نزيدو نقدمو الاحسن والاجمل بحول الله، ونقدمو لكم ان شاء الله لا فيريتي. هذه يا خوتي بلا ما نطول عليكم بزاف، رمضان مبارك وصحة سحوركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.